كشفت وزارة الداخلية غموض اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة وتمكنت من ضبط الجناة، كما كشفت ملابسات واقعة الاختطاف التي تتعلق بالإتجار بالمواد المخدرة وتمكنت من ضبط مصنع لتصنيع مخدر الباودر. وعلى صعيد أمني آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 يتاجران بالأسلحة النارية بالجيزة وبحوزتهم كمية من الأسلحة. بلاغ لقسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة من أحد المواطنين أفاد مشاهدته مجموعة من الأشخاص يقومون باختطاف قائد إحدى السيارات حال توقفه ولادوا بالفرار تاركين السيارة قيادته. وفي وقت لاحق حضر للقسم المجني عليه مصابا بجروح متفرقة وأيد ما قاله الشاهد. أنا كنت راكب عربية جيب ركنتها، وأول ما نزلت جت ناس قعدوا يضربوا فيها في الشارع وخطفوني، خدوني في مكان زراعة كبير قعدوا يضربوا فيها هناك. مش انت المطلوب، ضيعت علينا كل حاجة احنا عملناها. بعد كده نزلوني تحت دائري، وبعد كده جيت على القسم. بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة عاطل ارتكبها بالاشتراك مع آخرين لوجود خلافات مالية بينه وبين مالك السيارة قيادة المجني عليها حول الإتجار بالمواد المخدرة، فخطط لاختطافه، إلا أنهم عن طريق الخطأ قاموا باختطاف المجني عليه ظنا منهم أنه مالك السيارة، وعقب اكتشافهم ذلك قاموا بتركه ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم. حسن أنا كان لي عندي إسلام ده 600,000 جنيه فلوس مخدرات، ما كنتش عارف أوصل له، وبعد كده لما وصلت له ما كانش راضي يديني فلوسي. مشينا على العربية بتاعته على أساس إن هو اللي جواها، لقينا واحد تاني اللي جواها، ضربناه وخدناه معانا وديناه الجيزة وسبناه في الجيزة وهو روح. واقعة الاختطاف التي تم ارتكابها لخلافات حول الإتجار بالمواد المخدرة قادت الأجهزة الأمنية للبحث وراء طرفي الواقعة وتتبع خطوط السير واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما قاد إلى وجود شقة سكنية يتخذها عناصر التشكيل مقرا لممارسة تجارتهم بالمواد المخدرة. تم استهداف الشقة بمأموريات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنجح الأجهزة الأمنية في الكشف عن أن عناصر التشكيل يتخذون هذه الشقة وكراً لتصنيع المواد المخدرة بخاصة مخدر البودر، وتمكنت من ضبط كمية من مخدر البودر ومستلزمات تصنيعه تزن 2.5 كيلوغرام، وكمية سائلة من ذات المخدر، فضلاً عن الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية التصنيع وأسلحة نارية وبيضاء. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب2,500,000 جنيه. وفي سياق أمني آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن الجيزة من ضبط عنصرين إجراميين تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة حال استقلالهما سيارة بنطاق قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، وبتفتيش السيارة عثر على أسلحة نارية مخبأة بمخزن سري تم إعداده بالسيارة. وتم ضبط 81 بندقية خرطوش، وأقر المتهمان بحيازتهما هذه الأسلحة بقصد الإتجار بها واستخدام السيارة المضبوطة في تنقلاتهما ومقابلة عملائهما للترويج لنشاطهما الإجرامي.